مين حضرتك؟ مش عارفاني؟ لا مش واخده بالي خالص. بس واخده بالك من جوزي مش كده؟ جوزك مين؟ جوزي ده يا حبيبتي اللي انتي دايره وراه الايام دي ولازقاله كده لازقه بغيرها. لا لا انتي اكيد غلطانه في العنوان وقصدك حد تاني. الله يكون في عونك يا حبيبتي. والله هتعملي ايه؟ ما انتي عقلك ما بقاش فيكي خلاص، كان الله في العون. قله الادب دي، انتي مجنونه؟ امشي اطلعي بره. المجنونه دي يا حبيبتي تبقى مرات ياسين الجمال. اه قصدك طليقته. ده انتي مركزه معانا قوي بقى. لا خالص، انا بس حسن كان دايما بيحكي لي ان ياسين عنده مشاكل كبيره مع مراته وانه مش طايق يعيش معاها، ودلوقتي طبعا وضح لي ليه وطلقها في الاخر. حسن بقى اللي قالك ولا ياسين؟ والله ياسين ما بيجيبليش سيرتك خالص. مش حسن ده تقريبا متهم بقتل صاحبتك؟ ما انت عارفه كل حاجه. اه وعارفه كمان ان انت لسه متطلقه من يومين تقريبا، والبي طليقك شمام. لا بقى، ده انت اللي مركزه معايا مش انا اللي مركزه معاكي خالص. والله يا بنتي انت اصلا مش في دماغي، بس اعمل ايه؟ ظروف. صورك وفضايحك ماليه الجروب بتاع المطلقات. وهو الطلاق دلوقتي بقى فضيحه يا طليقه ياسين؟ اسمعي يا شاطر، ياسين الجمال ده خط احمر. عارفه يعني ايه خط احمر؟ لو عرفت انك بتكلميه او بتروحي له المكتب هيكون اخر يوم في عمرك، فاهمه ولا لا؟ اسمعي انت بقى، عشان ناثر على بعض المسافات وعشان النار اللي جواكي تبرد، انا وياسين اصلا مش فاضيين للحوارات دي، اصل احنا عندنا مصايب كبيره قوي اكبر من كده، ربنا طبعا يكفيكي شرها. وقبل ما تيجي بيوت الناس تهجمي عليهم يبقي اسالي كويس انت جايه عند مين. امشي اطلعي بره. ماشي انا همشي، بس انا بحذرك للمره الاخيره، ابعدي عن ياسين، لو ما بعتيش مش هيحصل لك طيب. امشي.